أنا جايت لك مكسورة، خسرت نفسي وخسرت كل شيء، خسرت عيالي يا عمي. ما عليك بنت، ما عليك. الله 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 يعوضك، إن شاء الله يعوضك إن شاء الله. وشنو المطلوب الحين؟ آه مشعل، شو الحكي؟ إي وأنا صادجة، شنو المطلوب يا ابتسام الحين؟ عفا يا خالتي، ما هقيت أسمع هالكلام منك. شنو عيل تنطرين مني؟ أخذك بالأحضان وألمك؟ مشعل خلاص عاد بلا هالحكي هذا. ها عمي انا قاعده ادق على مشعل وايد ما يرد علي، محتاجه اشوفه. الحين يوصل ان شاء الله، الحين يوصل. احاكيك اذا عرفت مشعل انها موجوده ما راح يصير خير. لا والله ليكون البيت بيت مشعل. شوفي عاد انا الامر والنائب هالبيت، انا ادخل اللي ابيه واطلع اللي ابيه، مفهوم؟ اي بس انت تعرف مشعل عدل، مو طايقه عقب اللي صار. مو شغلك، انا اعرف اتصرف مع مشعل. ها بس يبا بس. رقية رقية لحقي، ايش فيك ايش فيك ايش تبين؟ روانو شكله وراك مصيبه. مقبوله منك، ايش تبين قولي ايش فيك؟ ابتسام برا قاعد تبكي. ايوه انا شكو في ابتسام، بعدين هذه ليش جايه بيتنا؟ ايش دراني؟ انطردت وتطلقت وتبي ننظفها. تبين ننظفها عندنا بالبيت؟ بعد هذا اللي تبي، وابوك معاها بس امك معارضه. وي ابوي ليش معاها؟ يا حسرتي لي مشعل الحين وتصير مصيبه، ايش كبرها؟ عيل امشي 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 يلا. وين وين انا وانت ايش بنسوي يعني مثلا؟ ايش فيك؟ امشي خلينا نروح نقنع ابوي عشان قبل لا يمشعل ويسوي سالفه.